السلام عليكم. اليوم حبيت نولي لواحد الموضوع اللي هو هام جدا، يعني وهو موضوع التهيئة العمرانية في الجزائر. وكما قلت لكم في فيديو سبق أني بدون كلل ولا ملل سوف أتكلم عن هذا الموضوع لها، لأنه خسر وهدم يعني الصورة نتاع البلاد بصفة عامة، ويعي المواطن كتير كتير كتير. والآن رانا متواجدين في قرب المدينة الجديدة نتاع أحمد زابانة في وهران، وهنا نشوف لهنايا كمية التراب المتراكمة طف الطريق، شيء رهيب. وهذا الكمية الكبيرة تاع التراب هي نتيجة لعدد الهائل نتاع الورشات نتاع البناء نتاع العمل نتاع البناء المترامية في كل مكان. شوف هنا رانا بعد حوالي 10 كيلومتر على مدينة وهران، ونشوف التراب متراكم على طرف الطريق. ونروح نشوف بعض الأحياء الجديدة مبنية في أماكن بعيدة عن المركز بتاع المدينة، لا تهيئة جيدة لا الوصول إليها، خاصة الوصول إليها يعتبر صعب جدا. ولازم تكون هذه المدن اللي راهي تتبنى في أماكن منعزلة في كل الولايات الوطنية. هذه الأحياء الجديدة كلها يعني هدر للأموال، بسبب أنها إذا كانت بعيدة عن المركز نتاع المدينة تتطلب وسائل نتاع المرافقة بالطرقات والكهرباء والغاز والصرف المياه، الصرف والمرافق من مدرسة ومستوصف إلى آخره. لأنها بعيدة لازم تجبدلها كل هذه الأمور مرافق إلى هذه الأحياء الجديدة، وهذا التكلفة يزيد في التكلفة بتاع السكن. وهذا راجع إلى عدم تخطيط لدى السلطات، وما عندناش كما نقول احنا ان بلون دوكيباسيون سول اللي نمشوا عليه، بلون تاع كيف نطور مدننا واحيانا ما كاش بلون نمشوا عليه. كل واحد يجي مسؤول جديد يقول لك انا نفتح حي جديد، ندير ناخذ مورسون تاع تراب بلاصه وحدي، وندير حي ديالي، ونجيب ناسي، ونجيب المقاولين، ونجيب السكان، ونجيب كذا ونجيب كذا، يتحكم يدير بلاد. كل مسؤول يجي يدير بلاد وحده. ولات عندنا مدينة تاع مدينة قديمة تاع العهد الاستعماري، وأحياء دائرة بها تبعد عليها 6 7 10 كيلومترات، وأحياء مرمية في كل مكان بدون أي تخطيط ولا تنسيق ما بين هذه الأحياء، ولا ارتباط بكثافة بشبكة تاع الطرقات. المفروض تكون فيها شبكة تاع الطرقات كثيفة، وتكون كل هذه المجمعات السكنية تكون قراب على بعضها. هنا مثلا دوك نوصلوا نروحوا نشوفوا هنا من جهة من كاين أحياء سكنية نشوفوا فيها، ونزيد نافونسي نزيد نشوف أحياء أخرى. وإحنا ماناش بعيد عن المدينة، مركز المدينة وهران، لكن نشوف الأحياء هذه مرمية في كل مكان. دوك نوصل وهنا نشوف عندنا زوج أحياء على اليمين وعلى اليسار، وطريق السيار في الوسط. حالات شاذة يعني ما توجدها إلا في الجزائر، وهذا ناتج عن عدم وجود هيئة وطنية اللي عندها السياسة نتاع تسيير التخطيط العمراني، تخطط للمدن بطريقة
متناسقة وسليمة. وهنا ندخل حي، هنا رانا كي شغل دخلنا في جزيرة، هنا راك في جزيرة، هنا راك في جزيرة، حي منعزل. كاين حي سكني من جهة من هي بعيد، من جهة من هي صغير، لكن نشوف كل هذه الأحياء تطرح المشكل نتاع التواصل، التواصل بين الفضاءات نتاع المدينة الواحدة. يعني نشوف باللي الحي مبني بطريقة يعني تعتبر جيدة، لكن منعزل، معزول، معزول، وهذا هو المشكل. وكل هذه الأحياء مجمعة في حي واحد، في مكان واحد، كان تعطينا مدينة، تعطينا مدينة. أحياء كما هذه يعني المشكل هذا موجود في كل ولايات الوطن، في كل المدن. أحياء كما هذه نقدر نقول لك في وهران اللي نعرفها مليح، فيها أكثر حوالي 20 أو 30 حي من هذا النوع، حتى واحد ما مرتبط بخور، كلهم منفصلين منعزلين على بعضهم كلهم. هنا نشوف اللي هنا رانا في الجهة الأخرى، طب يعني الحي في حد ذاته جيد. هو حتى الاسم ما عندوش، حتى الاسم ما عندوش، حوست على الاسم ديالو ما عندوش الاسم. الاحياء هذه كلها لكثرتها السلطات ما بقاتش الاسماء. وهذا الحي هذا ما كاش مواصلات، هنا بتخرج من الحي هذا تروح لمدينة وهران، ولا عندك تروح للجامعة، ولا تروح للعمل، ولا لازم تكون عندك سيارة، كاش كيف تخرج. يعني المشكل الكبير يعني هذا اللي ما فكرتوش في قضية التواصل بين هذه الأحياء، ومشكل المواصلات يطرح مشكل كبير تاع المواصلات، مشكل كبير جدا قضية المواصلات. يعني الناس مش كل الناس عندها سيارات، شوف يعني الحي يعتبر مقبول يعني من ناحية ونقي، نقي هنا تقدر تدير يعني حاجات أمور لازم نعود للحلول اللي اقترحتها في الأول في واحد الفيديوهات، هو أنه لازم 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 على السلطات العليا في البلاد وفي السلطات المحلية عدم بناء أي مجمعات سكنية جديدة. لازم منعا باتا، لازم السلطات العليا تمد التعليمات لكل الولاة بعدم بناء او فتح اي مجمعات سكنية جديدة. هذا هو الحل الوحيد، لازم كل المشاريع السكنية الجديدة بتكون في المجمعات الموجودة حاليا، والأولوية في البداية نتاع البناء تكون
في المجمعات الموجودة الأقرب إلى المركز المدينة. شنو فيها مطار؟ إذن هذا هو لازم المنع منعا باتا أي مجمع سكني جديد مهما كان السبب. لازم كل البنايات السكنية تكون متصلة بالمجمعات الموجودة حاليا، والأولوية للمجمعات الموجودة الأقرب للمركز نتاع المدينة. ولازم نستغل الأوعية الموجودة حاليا في كل الولايات، نستغلها استغلالا تاما، ونبدأ من الأوعية القريبة للمركز المدينة، نعمرها، ندير اوربانيزاسيون، دو اوربانيزي تو لي اسباس اوربان et suburbain avant de partir aux espaces urbains. Il faut urbaniser les villes tawana en commençant par le centre-ville. Il ne faut pas laisser une seule parcelle de terre fiha trab. باش يتنحل غبار هذايا على الطرقات. Il faut urbaniser nos villes. Il ne faut pas laisser d'assiettes vacantes sans destination. والسلام عليكم. وفي عهد الله وفي عهد الله. والسلام عليكم.